بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل تاني محاضرة في محاضرات الدايبيتك نيفروباسي. المحاضرة اللي فاتت كانت انترودكشن، فهنستكمل بقى على طول ان شاء الله. الدايبيتك نيفروباسي او الدي كي اي، ركز معايا، كل المعلومات اللي جاية مهمة وهنبقى على حسب الجايد لاينز، مفيش حاجة مكتوبة كده هباء. قلنا الديفينيشن وانهينا بالحصة اللي فاتت. It is chronic kidney disease due to long standing uncontrolled diabetes. خلاص عيان دخل، عيان diabetes ودخل في chronic kidney disease بسبب الدايبيتس اللي uncontrolled اللي عنده وبقاله فترة طويلة. طيب it occurs in 20-40% of uncontrolled diabetes patient، يعني معظم الدايبيتك patient اللي هم uncontrolled هيخشوا في chronic kidney disease، في diabetic nephropathy، في diabetic kidney disease. فخلي بالك من الاسسمنت بتاعت الكيدني فانكشن في المتابعات بتاعت عيانين الدايبيتك بيشنت اللي بيجوا لحضرتك في العياده. طيب ات اوكيرز في تايب 1 افتر 10 ييرز فروم دايجنوزس، في تايب 2 مي بريزنت ات تايم اوف دايجنوزس. ده معناه ان انت وانت بتتابع مريض السكر بتاعك في العياده، لو هو تايب 2 ولسه جاي لك جديد او بيتابع، لازم كل سنه تاسسمنت للكيدني فانكشن بالجي اف ار والمايكرو البومنوريا زي ما قلنا. في تايب 1 ممكن تاسس القصه دي بعد 10 سنين، من 5 ل 10 سنين. سو سكريننج اوف دايابيتيك كيدني ديزيز از مانداتوري ات تايم اوف دايجنوزيس اوف تايب 2 اند افتر 10 ييرز ات تايب 1. طيب الدايابيتيك كيدني ديزيز مشكلتها انها بتزود الكارديوفاسكولار ريسك في تايب 1 وتايب 2 الاثنين مع بعض. يعني عيان السكر اللي هيخش في دايابيتيك كيدني ديزيز هيتحول الى عيان كاردياك وهايبرتنسيف بعد كده لو الدنيا ما ظبطتش معاه. طيب الدايابيتيك كيدني ديزيز في الاخر بتتحول الى اند ستيج رينال ديزيز، العيان بعد كده بيحتاج داياليسيس او ترانسبلانتيشن. هذا هو الديفينيشن بتاع الدايابيتيك كيدني ديزيز. الباثوفيسيولوجي عشان ما نضيعش في وقت والموضوع معقد، الموضوع كله بيتلخص عشان هو مش هيهمنا قوي كلينيكال، فهنمر عليه سريعا عشان ما نضيعش في وقت. بيتلخص ان لما يبقى فيه هايبر جلايسيميا، والهايبر جلايسيميا دي تبقى برولونجد وان كنترولد، السكر العالي في الدم جرادوالي هيتحول الى ادفانسد جلايكيتد اند برودكت اللي هي جلوكوز ميتابولايتس. الادفانسد جلايكيتد اند برودكتس دي بتروح تمسك في الكولاجين فايبر اللي موجود في الكابيلاري وول الاندوثيليوم بتاع الجلوميرولاي، اللي موجود في الميزنجيال سيلز، اللي موجود في البودوسايتس، فبتلخبط التركيب بتاع الجلوميرولاس والنفرون كله على بعضه. فلما بيتغير هذا التركيب بيبدا يحصل جراد، في الاول بيبقى فيه الجي اف ار بيبقى عالي عشان السكر عالي، بعد كده لما بيحصل دامج للجلوميرولاس والتيوبيولز والكابيلاري بلاد فيزلز بتاعه التيوبولار كابيلاريز بلاد فيزلز، بيبدا يقل الجي اف ار تدريجي وتظهر الالبومينوريا لغايه ما في الاخر الجلوميرولاي دي بتتحول الى فايبرستيشو، النفرون كله بيتحول الى فايبرستيشو وبيحصل جلوميرولوس كاليروزيس نوديولار او ديفيوز، والتركيب بتاع النفرون كله بيتلخبط ويتحول الى فايبرستيشو بالظبط زي مريض الكبد لما بيجيله فيروس سي، ومع الوقت بيبدا يعمل فايبروزيس للهيستولوجي بتاع الليفر. نفس القصه، بيحصل فايبروزيس جرادولي للهيستولوجي بتاع النفرون لغايه ما بتتحول الكليه في الاخر الى فايبرستيشو تيشو، يقل الجي اف ار ويبقاش في البومينوريا، وانتهت القصه وبقت اند ستيج رينال ديزيز. وبيصاحبها دايناميك تشينجز في الدم اللي داخل واللي خارج، بيصاحبها ان العين يتحول الى هايبرتنسيف في مرحله من المراحل. خلاصه الموضوع ان الباثوفيسيولوجي، انا كاتب لك السلايدز دي اللي هي موجوده في الكيديجو 2019 وما اتغيرتش. الهايبر جلايسيميا البرولونجد والانكنترولد بتعمل رينال هيمودايناميك تشينجز، بتعمل استيميوليشن للراس سيستم، بتعمل اسكيميك انفلاميشن، بتعمل اوكسيديتيف ستريس، كل الحاجات دي بتعمل استيميوليشن للريليس اوف ميدييتور انفلاماتوري ميدييتورز من السيتوكاينز، من الميزنجيال سيلز، من الاندوثيليال سيلز. انفلاماتوري ميدييتورز في الاخر بتعمل حاجه اسمها افرنت فازو كونستريكشن، فبتعمل جلوميرولا هايبرتنشن، بتعمل دامج للبودوسايت، بتعمل يبدا تظهر بروتينوريا، بتعمل تيوبرو انترستيشال فايبروزيس، تيوبلر اتروفي، ميزنجيال سيل اكسبانشن، اكسترا سيلر ماتريكس اكيوميليشن. كل الكلام ده في الاخر هيؤدي الى اللوس اوف نيفرون ستراكشر اند فانكشن، والمريض هيدخل في دايابيتيك كيدني ديزيز. هنبقى نعمل لها فيديو منفصل لانها مش هتهمنا قوي في الشغل العملي والحالات اللي احنا بنقابلها في العيادات بتاعتنا. تالت عنوان نحب ان احنا بقى نشوفه مع بعض وهو الكلينيكال بيكتشر بتاع الدايابيتيك نيفروباسي. الموضوع كبير والكلينيكال بيكتشر واسعه،
هي نفس الكلينيكال بيكتشر والمانيفستيشن بتاع الكرونيك كيدني ديزيز. حضرتك اسمع المحاضره بتاع الاستاذ دكتور بقى حسام موافي، حلوه قوي، او اقراها من اي كتاب مفيش مشاكل. ولكن الجايد لاينز بقى بتركز على نقط معينه في الكلينيكال بيكتشر. اول حاجه طبعا ممكن يبقى البيشنت بتاعك اسيمتوماتيك، فالسكريننج مهم. ممكن يبدا يظهر معاه مايكرو البومونوريا، تتقدم الموضوع يظهر ماكرو البومونوريا لغايه انها توصل لنيفروتيك سندروم، ممكن في الاخر يدخل في اند ستيج رينال ديزيز. طيب الجايد لاينز والامريكان جايد لاينز قالت ايه؟ قالت ان في تيبيكال بريزنتيشن اوف دايبيتيك كيدني ديزيز انكلود دي الامريكان دايبيتس اسوشيشن. اول حاجه الريتينوباسي موجوده في 90% في تايب 1 و 50% في تايب 2، والريتينوباسي يوجوالي بريسيد نيفروباسي سبيشيالي تايب 1. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني 90% من مرضى السكر تايب 1 اللي عندهم دايبيتيك نيفروباسي بيكون معاهم في نفس الوقت دايبيتيك ريتينوباسي، و 50% من طيب مرضى السكر تايب 2 اللي معاهم دايابيتك نيفروباسي بيكون معاهم دايابيتك ريتينوباسي. اي ان المريض لو شخصته دايابيتك نيفروباسي غالبا لو هو تايب 1 بيبقى معاه ريتينوباسي، وفي معظم الحالات لو هو تايب 2 50% بيبقى معاه ريتينوباسي. فخلي بالك اربط ما بين الدايابيتك نيفروباسي والريتينوباسي. بعد كده في حاجه اسمها لونج ستاندنج ديوريشن اوف دايابيتس، يعني عشان الدايابيتك نيفروباسي دي تحدث محتاجه uncontrolled hyperglycemia بقاله فترة طويلة قوي long standing. طيب الالبومينوريا with or without gross hematuria ممكن تبقى موجودة، يبقى العين ممكن يبقى معاه البومينوريا وممكن يبقى معاه شوية gross hematuria او مفيش. طيب الجرادوال بروجريسيف لوس اوف جي اف ار، الجي اف ار بينزل تدريجي بالبطيء، يعني ما ينفعش جي اف ار النهارده 70 بعد اسبوعين ثلاثه الاقيه بقى 50 بقى 40، لا يبقى في مشكله غير ان هو دايابيتك نيفروباسي. فالجايد لاينز قالت التيبيكال بريزنتيشن للدايابيتك كيدني ديزيز اللي احنا قلناها دي. اول ملحوظه برضو في الجايد لاينز قال لك ان ريديوسد الجي اف ار وزود البومينوريا هاز بين فريكوينتلي ريبورتد ان تايب 1 اند تايب 2. الكلام ده معناه ايه؟ يعني ممكن عيان دايابيتك كيدني ديزيز او دايابيتك نيفروباسي والجي اف ار قليل بس معهوش البومينوريا. يعني في حالات كتيره كلينيكالي ممكن يبقى دايابيتك كيدني ديزيز او دايابيتك نيفروباسي والجي اف ار 60 50 40 ولسه معهوش البومينوريا موجوده. فخلي بالك يعني ما تخليش البومينوريا برضو هي الاساس في الحكم بتاعك. هي موجوده ان جي اف ار يبقى قليل بدون البومينوريا في الدايابيتك نيفروباسي موجوده بس مش هي دي الاساس، في بعض الحالات موجود. طيب consider alternative additional cause of chronic kidney disease in case of، دي مهمة قوي. يعني في الأحوال اللي هنقولها دي ممكن يبقى في سبب آخر عند الدايابيتك بيشنت دخله في chronic kidney disease غير ان هو uncontrolled hyperglycemia وانت بتتابعه. والله لو لقيت active urinary sediment containing casts red blood cast white blood cast cellular cast، لو لقيت الكاستات دي متكرره في تحاليل البول بتاع العيان وهو كرونيك كيدني ديزيز، شك ان هو يكون دخل فيه كرونيك كيدني ديزيز بسبب شيء اخر غير الدايابيتس. لو لقيت كاستات متكرره في تحليل البول او لقيت ان رابيدلي انكريز البومينوريا، البومينوريا عنده في المتابعات بتزيد بيتحول من مايكرو البومينوريا لماكرو البومينوريا في وقت قصير، او نيفروتيك سندروم الرينج بتاع الماكرو البومينوريا بقى عالي جدا دخل ان هو دخله في الرينج بتاع النيفروتيك سندروم، او رابيدلي ديكريز الجي اف ار، يعني الجي اف ار النهارده 60 بعد اسبوعين بقى 30، لا في مشكله عنده غير السكر، او ابسنس اوف ريتينوباسي ان تايب 1، او عيان تايب 1 وعنده كرونيك كيدني ديزيز وما عندوش ريتينوباسي يبقى غالبا مش بسبب السكر بسبب شيء اخر. خلاصه الموضوع ان في هذه الحالات في الخمس حالات دول لو لقيتهم قدامك فكر ان عيان الديابيتس عيان مريض السكر بتاعك عنده مشكله في دخلته في كرونيك كيدني ديزيز غير ان هو سكره مش منضبط غير السكر. لو لقيت اكتف يورينري سيدمنت، لو لقيت رابيد انكريز في الالبومينوريا، لو لقيت ان هو دخل في نيفروتيك سندروم من كتر الالبومينوريا دي، لو لقيت ان الجي اف ار بيقل بسرعه قوي، لو لقيت ان هو ما عندوش ريتينوباسي في تايب 1. طيب فور بيشنت ويز ذيس اللي عندهم الحاجات اللي احنا قلناها دي طبعا لازم تريفير تو نيفرولوجيست فور فيرزر دايجنوزيس عشان هو يشوف في ايه السبب اللي دخل عيان السكر بتاعك في كرونيك كيدني ديزيز غير اللي هو غير السكر، وممكن ياخد منه رينال بايوبسي للتشخيص. طيب ات از رير فور تايب 1 تو ديفلوب دايابيتيك كيدني ديزيز وذاوت ريتينوباسي، يعني غالبا مريض السكر بتاعك التايب 1 اللي دخل في دايابيتيك كيدني ديزيز غالبا بيبقى معاه ريتينوباسي.
هنستفيد من القصة دي ايه كلينيكالي؟ ان حضرتك وانت بتتابع مريض السكر بتاعك في العيادة وبتأسسمنت للكيدني فانكشن بالجي اف ار والالبومنوري عشان تقدر تشخص ان هو دخل في دايابيتك نيفروباسي ولا لا، لو لقيت معاه الحاجات دي فكر في سبب اخر يكون دخله في كورونيك كيدني ديزيز غير الدايابيتس، لو هو اكتف يورينري سيدمنت في كاستات كتير، لو الالبومينوريا بتزيد قوي، لو النيفروتيك سندروم وصل الالبومينوريا وصلت للنيفروتيك سندروم، لو الجي اف ار بيقل بسرعه قوي، او لو معهوش ريتينوباثي في تايب 1. في هذه الحاله ممكن يكون هناك سبب اخر غير السكر هو اللي دخل المريض السكر بتاعك في كورونيك كيدني ديزيز، وعليك في هذه الحاله انك تبعته لحد بتاع نيفرولوجي عشان يعمل له فيرزر اسيسمنت وممكن يحتاج ان هو ياخد بايوبسي. وركز ان تايب 1 لو دخل منك في دايابيتك كيدني ديزيز لازم يبقى معاه دايابيتك ريتينوباثي، فهو رير فور تايب 1 ان هو يدخل في دايابيتك كيدني ديزيز وزاوت ريتينوباثي. يعني تايب 1 لو معاه كرونيك كيدني ديزيز ومعهوش ريتينوباثي فكر ان الكرونيك كيدني ديزيز دي سببها شيء اخر غير الانكنترولد دايابيتس عند هذا الشخص. هنتكلم بعد كده عن الدايجنوزز اوف دايابيتك كيدني ديزيز. الجايد لاينز قالت ان هو يوجوالي كلينيكال دايجنوزز بيعتمد على ان الجي اف ار بيبقى قليل ريديوسد جي اف ار ومفيش وفي البومينوريا بريسنس اوف البومينوريا. طيب ان ابسنس اوف سيمتومز اند ساينز اوف اذر برايمري كوزز اوف كيدني دامج، يعني عيان سكر الجي اف ار بتاعه قل وبدا يظهر عنده البومينوريا وما عندهوش سبب اخر ياثر على الجي اف ار والالبومينوريا غير ان سكره غير منضبط، معهوش بقى لا هيستون ولا كرونيك انفكشن ولا كرونيك بيلونيفرايتس ولا جلوميرونيفرايتس ولا الكلام ده كله. طيب يبقى احنا عرفنا الدايجنوزز اهو، الجي اف ار ال في البومينوريا، ان ابسنس في غياب سيمتومز اند ساينس اوف اذر برايمري كوز او برايمري ديزيز يؤدي الى كيدني حدوث كيدني دامج. طب انا عشان اشخص لازم اعمل اسسمنت للجي اف ار واسسمنت للالبومينوريا. قال لك الجي اف ار بتعمل له اسسمنت ازاي؟ الجي اف ار كان بي كالكيوليتد فروم سيرم كرياتينين، بتقيس السيرم كرياتينين بتاع العيان وبدخله في فاليديتد فورميولا بجيبها من على جوجل بلاي اسمها سي كي دي اي بي، سي كي دي ابيديميولوجي، كلنا بقى ايه تنزلها على الموبايل بتاعك وتحسب السيرم كريات بتاع المريض وتحسب وزنه وتحسب سنه وبتدخلها في المعادله دي بيطلع لك الجي اف ار، او تطلبه مش هتقدر تعمل كده تطلبه على طول والمعمل يعمله لك. ادي الطريقه اللي بتحسب بيها الجي اف ار. تاني حاجه اسسمنت اوف البومينوريا، هتاسسمنت بتاع الالبومينوريا بتاعت البيشنت بتاعك ازاي؟ باي ميجرنج يورينري البومين كرياتينين ريشيو، هتطلب له تحليل اسمه يورينري البومين كرياتينين ريشيو. التحليل عباره عن ايه؟ عباره عن راندوم يورين سامبل، عينه يورين عشوائيه ما فيش فيه تجميع بول، بيست مورنينج سامبل، افضل حاجه عينه الصبح، يعني بيفضي بول الصبح وبعد كده يدي العينه، بيتر لاي باك 10 مينيت تو افويد اورثوستاتيك البومينوريا، يعني المريض بتاعك وهو رايح المعمل بيدي عينه البول العشوائيه دي بتفضل العينه في الصباح وبعد ما يفضي اول شويه بول ينام على ظهر الصبح، اول ما يفضي بول الصبح ينام على ظهره 10 دقائق ويدي العينه عشان في حاجه اسمها اورثوستاتيك البومينوريا، يعني ظهور الالبومينوريا بسبب الاورثوستاتيك بسبب ان هو بيبقى واقف فتره طويله. طيب الامريكان دايابيتيك اسوشيشن قالت بعض الملحوظات، اول حاجه تو كونفيرم الالبومينوريا عشان تاكد ان العيان ده عنده البومينوريا، 2 اوت اوف 3 سامبل 3 ل 6 مانسز انترفال ماست بي ابنورمال ديو تو بريسنس اوف نون رينال كوز اوف البومينوريا. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الالبومينوريا ما بتتشخصش من مره واحده، لازم تعمل ثلاث عينات، عينه اول ما المريض بيجي لك وعينه بعدها بثلاث شهور وعينه بعدها بثلاث شهور، يعني تعمل ثلاث عينات ولازم يكون اثنين منهم ايجابيين فيهم البومينوريا عشان تكونفيرم ان العيان ده فعلا عنده مايكرو او ماكرو البومينوريا. الكلام ده بنعمله امتى؟ لو العيان جاي بوردر لاين يعني الالبومين كرياتين ريشيو بتاعه 32 33، لا طب اعمل لي عينه ثانيه في المتابعه الجايه وفي المتابعه اللي بعدها. لو تلات عينات فيهم عينتين ايجابيين والتلات عينات ما بينهم من 3 ل 6 شهور كده خلاص انت كونفيرم الموضوع، انما لو عين جاي لك ارقام عاليه طبعا هتعمل ممكن تعمل له تاني بعد شهر او بعد اسبوعين عشان تاكد الموضوع وخلصت. فالكلام ده بنعمله في الحاجات البوردر لاين اللي هي المايكرو البومينوري، يعني ايه بوردر لاين كده طلع 30 32 31 الكلام ده كله. طيب عشان كده الجايد لاينز قالت لك لازم تعمل تلات عينات ما بينهم من 3 ل 6 شهور ولازم اتنين فيهم يبقوا ايجابيين، لان في حاجه اسمها نون رينال كوزز اوف البومينوريا، يعني الالبومينوريا اللي ظاهره في تحليل البول دي
سببها حاجه غير الرينال. ايه هي بقى النون رينال كوز اوف البومينوريا؟ اول حاجه الاكسرسايز بيأثر، الاكسرسايز ان وزن 24 اورز بيفور تيست، يعني لو انت لاعب رياضه جامد او باذل مجهود جامد قبل الاختبار اليورين البومكرياتين ريشيو، لو في انفكشن، لو في فيفر، لو في كرونيك هارت فيليا، لو في ماركت هايبر جلايسيميا، لو في منستريويشن اند ماركت هايبر تنشن. كده خلصنا الدايجنوزيس وقلنا الكلينيكال بيكتشرز وقلنا تركز على ايه في الحاجات المهمه فيهم. هنكمل في التريتمنت وهو المحاضره الاهم اللي هي الجايه على طول ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.